سيد النائب، أولا الدعم تيمشي كاين الخارطة القرى والأحياء اللي تيمشي لهم الدقيق، والدقيق فيه المراقبة، ما تنقولش ما كاينش الغش، ما كاينش الفساد، غير هاد 15 من الأخرى 29 طن ديال الدقيق اللي تقبطات. إذا الدعم تيمشي للمستحقين، ولكن المشكل هو تيمشي لقرية معينة ممكن يكون فيها فقير وما يكون فيها غني ممكن يستافد. الآن تنتسناو هاد الخريطة ديال الاستهداف إن شاء الله اللي حنا خدامين عليها. شكرا. تفضل. شكرا. احنا كنعرفوا نقولوا الله ينعل الشيطان، لان احنا عارفين الاسلام كان اللي جاي يحاربوا. اذا احنا عارفين نقولوا الله ينعل الشيطان، هذا الشيء قلتوه وعاودتوه. غير انا ما تنكذب على تا واحد، هذا الشيء قالوه وهذه ما كملتهاش. قالوه جينا نحاربوا الاسلام السياسي، هذاك السياسي راه زايده، راه في الاسلام ما كاين فرق بين الاسلام السياسي والسياسه. واش انا اللي قلتها؟ انا ما قلت هذا الشيء، بلاتي هي اللي نجاوب. قلت ان الدقيق مدعم والدوله قايمه بالدعم ديالو. فعلا كاين بعض المضاربين، كاين الفساد، هذا الشيء متفقين، ولكن كل اسبوع راه كنعطيكم الارقام. اذا ان تقول لي ان الحكومه ما خداماش، كون ما خداماش نعاودها، راه ما يجددوا فيهاش المواطنين الثقه. افهموا المواطنين، داك الغوات ما عنده لا اساس ولا راس، غوتوا حتى تعياو باش ما تتغوتوا، باش ما تتسبونا والشعبيه ديالنا تتزداد عند المجتمع، لان عارفينكم.